نعم نعم مركز شرطة أطفال، في طفل عم يعذبكم؟ شو في عندكم طفل صغير عم يبكي وما عم يسمع الكلمة؟ شو اسمه الطفل؟ إذا ما بده يسمع كلامكم رح نيجي ناخده ونحطه بالحبس. شو قال؟ رح يسكت ولا نيجي ناخده؟ إذا سكت ما رح نيجي ناخده. هو بالعادة بينام بكير ولا لا؟ وما بينام بكير كمان؟ طيب ممكن تبعتونا عنوانكم؟ إذا هيك نحن هلأ جايين، إذا ما سمع كلمتكم رح ناخده معنا على السجن.